فيصل بقى غادي وتشطح شي فيا بقى تشطح. السلام عليكم خوتي، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. ها هي مليكة. اهلا، صباح النور. دابا غادي نمشي لواحد الرياض، دابا دايزين واحد السويقة زوينة صراحة، واعرة. الناس تعاونوا فيكم بزاف، كنشكركم بزاف صراحة. كنشكركم بزاف صراحة، وبغيناكم تزيدوا تسبورتيونا بزاف. المهم دابا غنمشيو انا ومليكة لواحد الرياض، غادي نصورو، غادي نصورو حتى عندي شي شوت تما. هو المدام ديالو عرفت انا وفيصل. لا لا لا، دابا راه قربنا تقريبا. بغيت نقول لكم ان شاء الله ملي توصل 2000 سبسكرايب كي تالا غادي نبداو لي جيف واي. كنتمناو غير امتى نبداو لي جيف واي؟ جيف واي غيكونوا ان شاء الله غزالين وغيعجبوكم. كنشكركم ديما على التفاعل ديالكم في الفلوق الاول، وان شاء الله الثاني والثالث. شنو كتسناي؟ كنتسناي تحدا هو دقي عليهم ماشي بدا غادي ندق. نفرجكم شويه في الروم. ما اجملها اوكم ماس. شوفوا الديتلز بحالاش، داكشي عربي زين. ما شاء الله. عافاك. وي سي. إذا كان ممكن يعطي سوزان تيسر على شي تصاور ديرهم بلادي، حيت ما كاينش عندنا تصاور تصاور بيه. نديرو هو بغيتو يكون في. هو بغاو شي تصاور يكونوا فيه. اه شوف ديرو اوكي. شكرا. صافي هاني. ايه. هانتايا. أحسن حاجة هي البلدي. أحسن حاجة هي البلدي. حمام بلدي، دار بلدية، واخا تكون ميكس مع شي حاجة عصرية طب كاع. شوف هسا الطريقة ديالو ديال التصوير. هلا فيصل، الله يحفظك ليا حبيبي. تسوي زوينة. نجي وحدك حنا كاع. هاي فيصل دابا كيصور، أي طريقة يشد فيها لي غتكون مزيانة باش تبين. شنو كدير دابا؟ مزيانة السي. دابا غادي يطلعو التصاور وما يهمك. مزيان. واو داكشي دابا غير مانيير شي صورة. فوالا مزيان. ايه دولا دابا تسالينا الخدمه في هذاك الرياض. دابا غادي نمشيو نتغداو ان شاء الله. شنو مشي هي بالك؟ مشي هي لوبيا. تعال مشي هي لوبيا، داكشي اللي كاين. دابا نمشيو نتغداو ونخليكم معنا. يلاه ليتس جو. يلاه تفضلي انت.
نشوفوا البوسطه كيفاش كانت شحال هذه مشكل. دابا ملكة يكون زعما باقي حيات خونا لا لا هذا واه ربيتي البال كاين الشباب واش راسي مسات صويره بعدا كاتبين السنة قديمة بلاتي دابا نقول لك شو شو على ديكور صار عيلو ب عائشة ويلي عامرة كل شيء صار عينا الديكور صار حب عائشة نجيب محفوظ واقيلا ما عرفش ما عرفش والله كيبان بحال شي فرنسي ما عرفش فرنسي كتب لي انا باريس ما عرفش هذا شبه لي نجيب محفوظ ولكن ما عرفش وايلد شنو مكتوب تما وايلد واعر عندهم ديكور واعر صراحة احنا نوريكم داكشي كيداير كاين واحد التصويره انا قديمه واعره صار هنا ديال شي فيلم ولكن دي كارلو شنو كاتبين هما اوتيل صحاره ان فيلم غونك عندنا بحال هذا في الدار في العيون ديال النحاس شكون يا ملكة يلا مشيو باي باي سلام واو باش كتعجبك مراكش فيها اللي بغيت نايس واحسد كاسات تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع الفم في الفبيل أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثها بالكبيشة باي باي سلام موضع اللي في لا غير سميتها قصبة باش نتمنى صراحة واعرة نصور لكم الجامعة هنا في دايرة شوية سهلة آذان الله أكبر الله أكبر كوم كومونتير ضروري على البلوك وعلى كاع لي بلوك اللي دازو وقولوا لنا اي حاجه بغيتو نبقاو نديروها في البلوكات قولوا لنا اي حاجه في البنك باش تسولونا مرحبا بغيت افكار تحديات ولا شي حاجه على برا في زعما ستريت اي افكار عندكم السلام عليكم وعليكم السلام تاكسي الله الله يحفظك مرحبا اي حاجه عندكم حنايا هنا في الوالدين في صوت بيك زاب دابا باقي نوض كنت دابا ماليك دابا شوفوا دابا ماليك تحدات شو انا تحديت فيصل جزيتو تحديتو باش يشطح في الشارع ودارا مريضه دارا دارا دابا انا تحديت لا مازال كتكمل غادي يشطح عشان الجامع شاب الفلوس بنادم صح انا تحديتو المهم خليت التحدي ديالو ماشي تحدي صعيب هذا راه ما تحدي ما دابا نوبتي انا
ما فيش صاحب بيصاحب، ما فيش راجل براجل، هنتعامل ويتعامل، طلع سلاحك متكامل، هتعور نعورة، هنبوظ لك منظرة، طيب ورا تصبح مرة، مالكش ما وسط البشرية، واقف سندال بغدارة، هتبقى فيصل بقى غادي وتشطح، شوف فيا بقى تشطح. باش نديرو لك شي لعبه ترجع وتبقى تميم اللبانين، فيا حتى مسمعين، ولا السيري من اللبانين، فيا حتى مسمعين، عين عين عين، تعظم سلام من غير كلام، عزبة محسن ناس تمام، طلع على حق من صوت وبوق، لو وسع عندنا تدام، رجاله منهيبوش منخافوش منكشوش، وقت الجد احنا نسد اي حد ماسك خرطوش، ناس تعبانه رفانه من العيشه طهانه. كنصحوكم كنصحو كاع عليكم كل تتزوجو يا كمال، شي كلمه بحقهم. ما كان محسن من محلات صراحة، تكون راحت من بال ونظم فلتي من أخي كنت حاد يدير ما بغا كنت ما بغا وحر ما زال غادي نوصل مواضيع أكثر كنت أحسن من الفلوقات الجاية. كنت نقول لك أنت ما كيفاش تضرب بعد الكبر مثلا كنت صاحبوا لك ديروا علاقات قبل الزواج كبر، ولا ما كانش عندهم علاقات قبل الزواج كتقول لهم بلي أولادكم مرض كنتم عن طريق نفساني مريض، حنا بالعكس الله يحلل لنا الزواج كنتو الناس صغار باش ما يطيحوش في الحوايج غندموا عليها وباش يكونوا مرتاحين. ما كاين ما احسن من الحلال، واحسن حاجه خصنا نديرها، ما لازم نتبعو الجهه الاخرى ما غنضيعو داكشي اللي كاين. الحمد لله سكراتش مام سكراتش شك الشمس كنا يفكروا في هاد الحمير اللي كيحطو منا يديرلهم شي ميضله شي ما يشربوه ساكن.